بسم الله الرحمن الرحيم. ده أول فيديو في شرح الإلكترونيكس. معانا النهارده البي جي تي. أول حاجة هنتكلم على البيزك كونستراكشن بتاعة الترانزستور. ومبدئيا كده البي جي تي ديت عبارة عن كلمة اختصار للبي باي بولر والجي جانكشن وترانزستور اختصار لكلمتين. هنفهم المعنى بتاعهم كمان شوية أو في آخر الفيديو. ترانزستور لترانسفير وريزستور. طيب الكونستراكشن بتاعت الترانزستور قال لي ان الترانزستور ده مكون الترانزستور ده عباره عن 2 بي ان جانكشن، يعني جبت بي ان جانكشن وجبت كمان واحده ولحمت الاثنين في بعض او جمعتهم مع بعض. طيب طالما جمعتهم مع بعض يا اما انا عندي كده بي ان بي او ان بي ان. طب نتيجة ان الحمهم مع بعض اصبح عندي 3 تيرمينال، ده واحد وده واحد وده واحد، تمام؟ بعد كده اسمها الثلاث اطراف بتوع الترانزستور. واحد فيهم اسمه الاميتر، واحد فيهم اسمه البيز، هو دايما اللي في النص ده، واحد فيهم اسمه الكولكتور. انا هسأل نفس السؤال او لما انت شفت الصورة قدامك على الفيديو لقيت ان الجهاز عندي بالشكل ده كده وليه ثلاث اطراف، واحد اثنين ثلاثة. الثلاث اطراف بالفعل هما ثلاث اطراف دول، الاميتر والبيز والكولكتور. كده خلاص انا عرفت يا اما وانا بلحم في ال 2 بي ان جنكشن يا اما على صورة البي ان بي او الان بي ان. واحد انت دلوقتي طبعا مش فاهم الحاجات دي، تعالى ناخد او تعالى نمثلهم بالدايود. يعني انت تسال نفسك سؤال، ايه الفرق بين الصوره دي او الشكل ده او البي ان بي والان بي ان؟ هل الاثنين مختلفين؟ الاجابه تعالى اوضح لك الاجابه من خلال الرسمه دي. مبدئيا كده لو هاخد خط هنا، لو هاخد خط هنا كده في نص البيز بتاع كل واحده وارسم الدايود تحت، انا هرسم الدايود ده الاميتر اهو، البي بوزيتيف لو همثلها بدايود يبقى البي ده البوزيتيف ده الدايود، وبعد كده جزء من ان اللي هو النيجاتيف اهو، وبعد كده في نقطه اللي هي بتاعه البيز، في نص تاني اللي هو الان اهو يعني نيجاتيف، وبعد كده بي بوزيتيف بالشكل ده، يبقى ده كان الاميتر ده الكوليكتور ده البيز، تمام؟ طيب ده كده في المثال او الصوره الاولى. طيب الصوره الثانيه بيبدا عندي بي الان يعني النيجاتيف، وبعد كده البي، البي اهو دي البي تمام، وبعد كده بيختم بي النيجاتيف ده الاميتر البيز الكوليكتور. بصيت انا كده على اشكال الدايود اللي عندي في الصوره دي والصوره دي، بالفعل في اختلاف؟ نعم ايوه في اختلاف عندي. يعني بص عندك تلاقي ان الدايود هنا بالشكل ده كده، اما هنا لا ده لا، صح؟ فاكيد في اختلاف في التيار، في اختلاف في الانبوت والاوتبوت بتاع الجهاز، حاجات تانية هنعرفها كمان شويه. طيب ده كان توضيح صغير علشان اوضح لك الفرق بين البي ان بي والان بي ان، ولكن احنا هنشتغل على اي واحد فيهم، مش فارقه نشتغل على اي واحد فيهم، ولكن انا بفضل زي ما موجود في المراجع اشتغل على الان بي. طيب ناخد كمان حاجه السيمبلز بتاع الترانزستور. يعني ايه؟ قال لي ده طبعا مش معقول كل لما ناخد الترانزستور او كل لما ناخد مثال او مساله نقعد او نفضل نمثل في الترانزستور بالشكل ده، نقعد ارسم مستطيل كبير واقسمه للبي ان بي او الان بي ان. قال لي لا انا هعمل له سيمبل صغير بيشير للترانزستور. طيب السيمبل ده عامل حاجه عبارة عن ايه؟ بص يا غالي ده طرف صح؟ الترانزستور بالشكل ده، ده السيمبل بتاعه، وهنا برضو اهو ده الاميتر وده الكوليكتور وده البيض، ده الاميتر وده الكوليكتور وده البيض، ولكن علشان اوضح هل انا شغال بي ان بي او ان بي ان فلابد اني اوضح او احط سهم مثلا يوضح ليا الفرق ما بين الاثنين. طيب هنا الايه؟ فانا عندي هنا
اهو علشان اعرف الاتجاهات نجيبها من الشكل ده. انا عندي هنا البوزيتيف اهو والنيجاتيف اهو، التيار او الكرنت اللي بيمشي في السلكه دي او الدايود اكيد بيمشي كده، فانا عندي التيار هنا ماشي كده تمام. طيب هنا نقف عند النقطه دي برده، كل ما التيار هيمشي كده ولا يمشي كده؟ لا اكيد هيمشي في الاتجاه ده صح، يبقى التيار عندي في الاتجاه ده بالظبط. الاسهم ديت هي اللي بتوضح هل انا شغال بي ان بي ولا ان بي ان. في حاله البي ان بي انا عندي السهم بالاتجاه ده، وفي حاله الان بي ان فانا عندي السهم بالاتجاه ده. تعالوا نتكلم شويه على ال 2 بي ان جانكشن الخاصه بالترانزستور. بص معايا كده، افترض ان ديت ان بي ان 2 بي ان جانكشن، يعني ده كده كان بي وده ان وده بي. عندي ان فيها عدد كبير جدا من الالكترونز، وبي الهولز، تمام. وطبعا معلش ده ان بي ان 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 قال لي لاحظ ان البي اللي هي البيز ديت مميزه بحاجتين، فيري سمول صغيره جدا جدا كحجم يعني، وكمان لايتلي دوبينج، يعني نسبة التطعيم فيها قليلة جدا تكاد تكون بيور. فأنا كده عندي الـ B very small و lightly doping وهنا الـ N. طيب الخطوة الثانية اعمل اللي عامل حاج بايس، حط بطارية هنا كده، هنا سالب طبعا، حط واحدة هنا سالب برضه، ويحط هنا بطارية نفس السيناريو، هنا موجة هنا سالب، حطها مثلا موجة وسالب. انا عاوز بس اوضح لك حاجه مهمه جدا. طيب الحاجه ديت اول لما عملت عمليه بايس، يعني حطيت البطاريات ديت، فانا عندي التيرمينال ده سالب والتيرمينال ده بتاع البطاريه سالب صح، فوبالتالي ان طالما انا عندي سالب وسالب بيحدث عمليه ضغط الالكترونيات او الالكترونز اللي هنا موجوده في الحته دي بتضغط، فمفيش طريق بتنتقل او مفيش مكان تنتقل ليه الا انها تنتقل للبي. ولكن قبل ما تنتقل الالكترونز الموجوده في الان ديت للبي، فانا عندي حاجتين مهمين جدا، ان البي فيري سمول ولايتلي دوبنج، يعني ما فيهاش مكان تاخد عدد كبير من الالكترونز بتاعه ان، وكمان لايتلي دوبنج تكاد تكون بيور تمام. وبالتالي لما الالكترونز ديت تنتقل من ان لبي، انا عندي بي فيري سمول صغيره جدا، وبالتالي الالكترونز شويه شويه هيكونوا موجودين في البي، والباقي كله هيروح للان الاخير تمام. تاني اول حاجه انا عندي بايس، البايس النيجاتيف هنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف، وبالتالي هيتم او هيكون في عمليه ضغط للالكترونز الموجوده في الان ديت. طيب كده الالكترونز اللي عندي مفيش قدامها حل غير انها تنتقل لمكان تاني. طيب المكان اللي ممكن تنتقل ليه هو يا اما البي يا اما الان، ولكن الاولى بي. طيب ولكن بي عندها شرطين مهمين جدا، انها فيري سمول ما فيهاش مكان تاخد الالكترونز ديت، وكمان لايتلي دوبنج، وبالتالي الالكترونز نسبه قليله جدا من الالكترونز بتاعه ان هتنتقل للبي، والباقي كله هينتقل لان الاخير. طيب عاوز اوضحها بنسبه، فقال لي ان عدد الالكترونز او نسبه الالكترونز هتنتقل لبي اهو لبي بيقدر بي من 2 ل 5% من عدد الالكترونز الموجوده في ان، وعدد الالكترونز اللي هتنتقل لان ديت بيقدر ب من 95 ل 98%. تمام. طيب هيجرى حاجه، قال لي في الحاله ديت يا غالي هاخد المعظم فيهم او الاغلبيه فيهم اللي هو 98 او 95% ويحط او هقول عليه الفا تمام. لا تاني، هاخد المعظم فيهم اللي هو 95% او 98% وهسميه او هشاور دي او المقدار ده هحطه بألفا. طيب اذا 2 او من 5% علاقتها بالرمز ده؟ قال هيبقى 1 ناقص ألفا. ازاي اعمل حاجة؟ معلش يعني انت عندك دلوقتي 98% هينتقل 98% لان انا كان عندي 100% تمام؟ 100% ديت هتتقسم لما الالكترونز تنتقل، هتتقسم تقسم لكام؟ من 95% و5%، دول هيروحوا لان ودول هيروحوا لبي، او في حل تاني 98% و2% دول هيروحوا لان ودول هيروحوا لبي. طيب انا عندي قلت
او اتفقت ان هاخد ال ان ديت او نسبه الالكترونز دي وهسميها بالفا. اذا ديت 1 ناقص الفا. ليه؟ مع الاثنين عندك مقدار الاثنين 100% اللي هو 1. اذا كده الفا عندي بتقدر بكام؟ ب 98% او 95%. طيب الحته الثانيه قال لي طيب يا غالي انا عاوز بقى اعرف، لو انا عاوز اعرف قيمه الاي سي، قال لي قيمه الاي سي المرتبط بالان ديت، قيمه الاي سي مرتبط بالان ديت عباره عن اول حاجه ايه علاقتها بالاي اي؟ قال لي والله هياخد الفا من الاي اي. تاني مش الالكترونز الموجوده في الان ديت هي جت منين؟ جت من ان اللي هي مرتبطه باي اللي هي تمثل ليا من 95 ل 98 صح؟ وبالتالي ان اي سي متمثله في قيمه الفا اي اي. اشمعنى الفا؟ يا عم الحاج ما انا عندي الفا اللي هو بيمثل ليا 95% انتقلوا من ان دي لدي، يعني اصبحوا ملك للكوليكتور. كمان في مقدار تاني اسمه اي سي بي او او اي سي او. طيب ايه بقى التيار ده؟ قال لي التيار ده فاكر زمان لما كنت باخد الدايود طبيعي، الطبيعي بيقول لي ان التيار في الدايود الكرنت بيمشي بالاتجاه ده. طيب لو انا خليت هنا الموجب وهنا السالب هل في كرنت هيمشي بالاتجاه ده؟ هتجاوب لا. سأقولك هي لا، بس انا عندي تيار اسمه كرنت، اسمه ساتوريشن كرنت، بيمر في الحاله ديت وهو عباره عن مقدار قليل جدا جدا جدا. نفس السيناريو في الترانزستور، فانا عندي ساتوريشن كارنت او ليكج كارنت اي سي او. تمام، يبقى انا كده جبت المعادله مشهوره جدا هنعرف استخداماتها كتير قوي قدام. اي سي بتساوي الفا اي اي زائد الاي سي او. الفا اشمعنى الفا؟ لان انا عندي عدد الالكترونز اللي انتقل من ان لان المرتبطه بالكوليكتور بيمثل ليها بالفا، والاي سي او عشان الساتوريشن كارنت. ديت المعادله الاولى. طيب المعادله الثانيه، السؤال الثاني، السؤال الثاني طيب يا عم الحاج انت كده عمال تجيب لي مثلا قيمه اي سي. طيب انا عاوز اعمل معادله بتربط ليا الثري كارنتس اللي عندي ببعض. انا كده عندي تيار في كارنت هنا اسمه اي اي، وفي كارنت هنا اسمه اي سي، وفي كارنت هنا اسمه اي بيس. عاوز اعمل معادله بتربط ليا او بتعمل ليا علاقه ما بين الثري كارنت اللي هو الاي سي والاي اي والاي بي. قال لي في الحاله ديت انا هعتبر التو بي ان جانكشن اللي هي المكان ده كده هعتبره نود، هعتبره نقطه واحده اهو. تاني هنا اهو الاي وهنا السي وهنا البي. تمام هعتبره نقطه واحده اللي هي نود، واطبق ابلاي كيرشو فلوز، هستخدم او هطبق قانون كيرشو الكي سي ال عندي النود ديت. تمام هلاقي ان عندي طبعا تيار هنا اي اي اهو في الاتجاه ده، واي سي ماشي كده واي بي ماشي كده. هلاقي عندي اي اي يساوي اي بي زائد اي سي. تمام هلاقي عندي اي اي يساوي اي بي زائد اي سي. كده ديت كانت تاني معادله هستخدمها عندي. طيب لو انت طبعا مش عارف ازاي اي اي يساوي اي بي زائد اي سي من كيرش فلو اللي هو كي سي ال عند النود ديت، فانا طبعا بنصحك تحاول تجرب. تمام فديت كانت تاني معادله او تاني اهم معادله في الترانزستور عندنا. يبقى انا كده من التو بي انجنكشن استنتجت معادلتين مهمين جدا جدا جدا. اول معادله فيهم اللي هي الاي سي تساوي الفا اي اي زائد اي سي او، تاني معادله عندي الاي اي تساوي الاي بي زائد الاي سي. طيب باقي عندي حته هو يعني هو سؤال، ايه هو السؤال ده؟ انا عندي دلوقتي ده السيمبل بتاع الترانزستور صح؟ انت تسال نفسك سؤال، انا دايما او طول عمري لحد النهارده اي كومبوننت او اي ديفايس او اي جهاز استعمله ليه تو تيرمينال، ليه طرفين، واحد فيهم انبوت والتاني اوتبوت. طيب الترانزستور ده عامل حاجة، الترانزستور ده انا شايف هو ليه تلات اطراف، قال لك انهي واحد فيهم الانبوت وانهي واحد فيهم الاوتبوت في الحاله دي؟ فالاجابه في الحاله ديت قال لي انت عندك تلات اطراف صح؟ واحد فيهم هعمله الانبوت، وواحد فيهم هعمله الاوتبوت، والباقي او الثالث هقول عليه كومن، يعني حاجه مشتركه ما بين الانبوت وما بين الاوتبوت. تمام طيب السؤال الثاني، انهي واحد فيهم من في الثلاثه الكومن؟ هقول لك ببساطه جدا لو استعملت هنا طبعا سي
وإي وبي. لو استعملت سي إنبوت والإي أوتبوت إذا البي عندي هو الكوم. لو والعكس طبعا، يعني لو الإي هي الإنبوت والسي هي الأوتبوت ده طبعا اللي هنستعمله، فالبي هي نفسها الكوم. طيب ولو استعملت البي إنبوت والإي أوتبوت يبقى أنا كده عندي الكوم هو السي وهكذا. فكده بيكون عن في حاجة اسمها الكونفجريشن of transistor. عندي ثلاث حاجات، common base وفي common emitter وعندي common collector. يعني ايه؟ يعني كده الconfiguration او اسمها common bias configuration of transistor ثلاث حاجات، يا اما الطرف الكومن عندي يا اما بي او اي او سي. طيب ايش معنى؟ احنا اتفقنا اتنين فيهم، واحد اوتبوت وانبوت واوتبوت، والتالت هيبقى بيز. طبعا دي هتكون مقدمه الفيديو الثاني ان شاء الله، هنتكلم على الكونفيجريشن او الكومن بايس كونفيجريشن اوف ترانزستور، تلات انواع الكومن بيز والكومن اميتر والكومن كوليكتور، وناخد الكاركترستيك بتاعه كل واحد فيهم ونستنتج معادلات ونحل امثله وندخل بقى في شغل الترانزستور.